آخر الآن إلى غرب الوطن، إلى ولاية وهران، حيث قام وزير الأشغال العمومية السيد عبد القادر أواري بزيارة تفقدية لوهران، وقف على العديد من المشاريع في طور الإنجاز بمطار أحمد بن بلة ودوار بالقايد والكرمة، كذلك إلى حاسب ونيف وسيدي معروف، مرورا بكريشتال. الوزير أكد على أهمية القطاع في التنمية الوطنية خاصة، وأنه محور أساسي لجذب الاستثمار. والوزير كذلك لح على ضرورة تدعيم شبكة الطرقات حول وهران للاتصال السريع بين الشرق والغرب. تدعيم شبكة الطرقات حول وهران للاتصال بين شرق وهران وغرب وهران، لأن اليوم وهران فيها أقطار اقتصادية، فيها مناطق صناعية، فيها جامعات، والسلطات المحلية تحاول بتدعيم الميزانية تاع الدولة من خلال الميزانية تاع الولاية أنها تربط هذا الأقطاب حتى يكون فيه انسجام في التطور التنموي. ولاحظت كذلك أن في ولاية وهران كل المشاريع المتعلقة بالطرقات انطلقت، ولا نسجل أي عملية لم تنطلق. كما صرح عبد القادر والي وزير الأشغال العمومية كذلك أنه سيتم إنجاز خط أخضر خاص بالطرقات للتدخل السريع في الأمور المستعجلة، وأكد على ضرورة عمل وحدات للمراقبة والتدخل على مستوى الطرقات، وذلك لمعاينة الأخيرة وكل شبكات الطرق والتنقل. في الواجب تاعنا غادي نحل رقم أخضر حتى المواطن يخبر، سي بور نو ميتر اون ديفيكولتي، هي لازم نعرف ما هو المستوى تاع الطريق باش نبرمج تدخل، باش نكونوا متواجدين في كل مكان في نفس وقت واحد. هذه ولكن لازم ننظم تدخلنا، وانتم راني نتكل عليكم باش تعطوا المثل. هذا القطاع عنده، شوف هذا القطاع نفذ برنامج فخامه الرئيس الجمهوريه ونفتخروا بهذا الشيء. هذا القطاع عنده الحصاد تاعو، هذا القطاع عنده رجاله ونسائه، والحمد لله احنا عندنا مدير على مستوى وهران وعنده الإطارات تاعو وعنده تفاني في العمل.